أحسن الله إليكم. الأخ أبو عادل يقول: شيخ صالح جزاكم الله خير، يوجد بخارج مسجدنا وعند بابه جهاز ينادي بالذكر الوارد لدخول المسجد وعند الخروج، ويقول اذكر الله أو كبر أو كذا، هذه الأمور هل هي جائزة؟ هذه من التكلف، هذه من التكلف، فالمسلم يذكر الله في أوقات الذكر ويدعو الله، وله بحاجة إلى آلة تركب على الباب أو ما أشبه ذلك. نعم.